طبعاً كلش أستانس وأفرح لمن أقرأ تعليقاتكم الرائعة على زيت بروميروز وتقول اشتريت وبدأت تظهر النتائج. طبعاً دائماً التجربة هي خير برهان، جربوا مو خسرانين شيء وشوفوا النتائج الطيبة بعون الله، أكيد لأنه هو زيوت طبيعية قوية جداً للشعر، من أحسن وأفضل وأروع وأغلى الزيوت موجودين هنا بهذه العلبة. الاستخدام كلش بسيط، تحطون قطرات بسيطة على فروة الرأس مع مساج كل يوم، وما يحتاج تغسلون شعركم، ولو كان شعركم دهني خلوه بالليل وثاني يوم الصبح غسلوا شعركم، ومع الأيام راح تشوفون النتائج كلش حلوة. أكيد طبعاً تساقط الشعر وأسبابه مختلفة، وأهم شي لازم تسوون فحص الدم علشان تشوفون نسبة الحديد عندكم، لأن نسبة الحديد بالدم لها علاقة كبيرة بتساقط الشعر، غير أن عوامل ثانية إذا كانت عندكم الغدة، الغدة هم سبب بأسباب تساقط الشعر، لازم تأخذون لها علاج. فإن شاء الله تجربونا وتشوفوا النتائج طيبة، وكلش نستانس إنكم تشاركونا صوركم قبل وبعد. ولله الحمد زيت بروميروز مو بس بأمريكا، ووصل لكندا لأستراليا لأوروبا للخليج، ما شاء الله تبارك الرحمن، وكلش سعيدة بالنتائج الطيبة، خصوصا لما شخص يستخدمه وشاف نتيجة قال الأصدقاء أو قال الأهل ويجربونه. وأكيد حبايبي النتائج تفرق من شخص للثاني، ومو كل شخص ممكن يشوف النتيجة مثل ما اختشاف نتيجة أو صاحبه شاف نتيجة، لأن الجسم يختلف من شخص للثاني، فروة الرأس وصحة فروة الرأس تختلف من شخص للثاني، فخلينا نحط هاي الأسباب كلها بالاعتبار وما نقارن نفسنا مع الشخص الثاني. ممكن هذا منتج يناسبني بس ما يناسب أختي، ممكن يناسب صديقتي بس ما يناسبني أنا. أكيد إحنا نقول يناسب لكل أنواع الشعر، لكن اختلاف الأشخاص واختلاف الأسباب اللي عندهم أكيد تفرق.